ضيفي هلا الفنان محمد خيري. محمد خيري، شو هالانطلاقة الصاروخية؟ اسم الله عليك، بسرعة يعني اليوم بسرعة البرق صارت العالم تقريبا كلها عم تحكي محمد خيري. الحمد لله، فضل الله، واحد لما الله بيحبه بيحبب الناس فيه فعلا، فإذا العالم بتحبني بتكون هي محبة الله أكيد حبيبي. 100% اليوم بيسمعك عم تغني قدود حلبية بيقولوا هذا الزلمة عمره 73 سنة. 73 إلا 50. اسم الله عليك صغير انت يعني. الحمد لله. والقدود صعبة مش هينة يعني. هلا هو عادل ليك هذا اللون، انا اول ما يعني اول ما هيك وعيت على الدنيا اول شيء هيك لحسن الحظ من العالم المحظوظة انه في عندي ايقونة بعيلتي اللي هو الاستاذ صباح فخري. شو بيقربك يصير صباح؟ جوز عمتي بيكون. ف يعني في جينات مولودة فيني من الاساس، في موهبة. قد ايه كان عمرك اول مرة غنيت؟ اول مره غنيت هلا كنت غني بالبيت، كنت من وقت ما كنت صغير اقعد قدام التي في وغني مع الدعايات اللي بتطلع. واول مره غنيت فيها قدام صباح فخري كان عمري شيء 4 سنين، كنت انا قاعد جنب ابوي، فقال لي حملت حالي ورحت عند عمو صباح، قلت له عمو انت بتطلع على التلفزيون؟ قال لي قلت له انا حافظ لك غنيه بدي اغني لك اياها. وحاج قعد كان ايامها استاذ صباح كان نقيب فنانين و100 قصه.
قال لي اوكي غني لي اياها. حطيت حالي يا معلم وغنيت له سيبوني يا ناس وحياة الله ترك الناس اللي عنده وضل مركز معي لخلص الغنية. هو الاصل يعني اذا بترجع على المزبوط تقريبا كل اهل حلب صوتهم حلو وبغنوا سبحان الله بالفطره. هلا بتفوت على اي بيت حلبي بتلاقي في عندهم طبله وفي عندهم عود، واللي ما عنده طبله وعود بيقعدوا بمعلم بيدقوا على طاسه الحمام، واذا ما عنده كل هول في كباب. ايه هول ده في كباب اكل. الحلبي بتروق من الصبح دسم يا زلمه. محمد ما بتخاف انه هذا اللون يبوخ؟ اكيد لا، لانه اول شيء انا عمري 29 سنه وعم بغني، ما راح يبوخ اكيد لا، عبراهن على هي القصة أنا كمان. طب شو العبرة أنه رغم كل النجاح بعد ما نزلت أغنية خاصة فيك؟ طب أنا رح أقول لك شغلي، أنا هلا إذا بدي أنزل غنية خاصة أنا شو بكون عملت؟ عملت غنية خاصة سمعتها العالم. إيه إيه صار مثلي مثل أي حدا نزل غنية جديدة وراحت على السوق. يا بتنجم يا ما بتنجم فيها، وهذا نحن مقتنعين فيه تماما. عندك اليوم مخزون من التراث اذا بتعدهم بيطلعوا فوق ال 15 او 20 الف غنيه، هي اذا ما اكثر. يومي 15 وال 20 الف غنيه، هدول شو ذنب هذا الجيل الجديد؟ ما بيعرف عنهم شيء. اذا انا بدي اطلع غنيه جديده وبيجي حدا غيري كمان برجع بطلع غنيه جديده، ما ضل حدا يغني هذا اللون وما ضل جيل يتثقف موسيقيا، على الاقل يسقفوهم موسيقيا 100%. اليوم بالكلام عن الأدود صلح لي، مش لإلي يعني بصراحه بدنا نصلح. صلح لا في شيء صلحه. في عنا الحنفيه مكسوره. يلا يعني انا بعرفها بالاساس 13 14 عفاك. في اغلبيه الناس بيلفظوا فوق النخل. فوق النخل. هي فوق هي فوق النخل. فوق النخل يعني فوق النا خل يعني حدا بنحبه يعني فوق النا حبيب. ايوه فوق النا حبيب ما هو فوق النخل. في كثير بغنوها فوق النخل. ايه فوق النخل بتصيد فوق يعني فكر شو فوق تحسه انه بده يفوت موضوع بلح او شيء. عرفت علي؟ 100%. في عندك لسه ايه حلو. ايه حلو. ايه العالم كلياتها بتغنيها ومن الشباك لرميلك حالي. هي مالها لرميلك، هي لرويلك لفرجيك حالي من الشباك. اتصور وحده ساكنه معلم طابق خامس وبدها ترمي له مين هالمحبه القاتوليه هي لتنزل من الطابق الخامس لترمي له حالها؟ في له جلاده يحملها من لرويلك حالي. شو بعد في اشياء هيك مثلا في كلمات هيك بيغنوها غلط؟ قدك المياس بتخيل فيها كده. ايه قدك المياس، قدك المياس بيقولوا قدك المياس كم يسري، هي من كم يسري او كاليسري. كاليسري كاليسري لا هي مالا كاليسري، هي كم يذري. كم يذري. ايه كم يذري يعني يذري للذروة. يعني لا بينهك بيطب الارض الواعد. طب شو رايك نوقف قواعد ونسمع مثلا فوق النخل؟ ايه يلا. يالي يالي على اليمة يا يمة وعلى اليوم يا يوم يا يوم حيلي انت حلي ويلي ويلي حيلي زيتوني وحاجة تبكي حاجة تبكي وتنوحي بكرة من جي عيون عيوني يا بابا باكر نجي I'm not afraid.
تعذبني بس رح ناخذ بريك لنجيب الاطفائيه تطفي استوديو وانا اخذ لي حبتين تحت لسان بريك ونرجع. محمد بالعاده بحفلاتك بينطلب منك تغني لسلطان طرب جورج وسوف. اكيد. طب بخصوص اللي بيجوا بيقولوا لك غني لهم ترشرش وتغني لهم بالانجليزي مثلا اول اوف مي شو؟ ايه ما هيك بيجوا بيطلبوا منك هيك بغني لهم اياها على طريقه قدوك المياس بس. طب معقول بيجوا بيطلبوا منك هيك يا زلمه؟ والله عده طلبات. هلا ليك انا وقت بكون على المسرح بشوف القاعد ما بعرف شو بيخطر له شو بتهيأ له كيف بتصورني انه ما بعرف يمكن تصورني تيرشرش يمكن بتصورني غني له سلو ما بعرف. هلا يمكن لانه انت لانك شاب وصوت فظيع حبيبي. انا مره فليت من حفلتك قلت لهم ما خلص بس انا على فكره والله انا بكبر قلبي بيكبر قلبي لما بكون عم بغني وبشوفك انت مسلطم غير ما انا بفرح من جوا حياة الله. بس عن جد مره يعني وصلت لمحل يعني شافني خيف قال لي مره قلت له ما بقى قادر اتحمل مخي ما بقى يحمل يا اخي والله اسم الله عليك. طب ليه ما بتقبل تغني الا انت ولابس كرافات يا رجل؟ العالم تعود عليك خلص في بي 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 ايمج معين ما بقى بتقبل عينه انه هلا على فكره انه اول مره اليوم طالع سبورشي بس انا ما لابس بدله ايه فخلص العالم متاقلمه. محمد خيري قدود لابس البدله الجرافات خلص انه بدك تطلع لهم شي مره لابس سيرفيت مان بس او بيجامه جاي نتخذ دغري لازم هاني مقلم هذا يكون حدا مقلعني من البيت. كنا يعني شادي طري فل يعني لا ليه ما قدر ما في محل وين بده يقعد
بسم الله عليهم ليك فرقتك بسم الله شو كبيرة. ما شاء الله. حي فرقتك المايسترو بشار. بشار. مايسترو بشار. هذا عشرة عمر أنا وياه. بسم الله عليكم. شو رأيك محمد هلا هيك انكفت سلطان؟ ايه. اوكي ومع الفرقة الحلوة. عبالي اسمع شيء لسلطان طلب أبو ديع. أي أنا هذا الزلمة. هذا زلمي انا بحبه من كل قلبي. مين ما بحبه كانسان كفنان. وبالفعل لما قالوا عنه سلطان طرب اكيد ما حدا بالغ بهذا الشعور ابدا لانه ابو ديع قصه كبيره. انا شخصيا كثير بحبه مع انه انا بغني القدود واللون الطربي بشكل عام بس في شيء بادائه بيخليك بشدك بغير محل. انا كثير بحبه لهالزلمه. تحيه كثير كبيره والله يطول بعمره ابو ديع. بالحسن لا بعد بالحسن لا بعد ولا ملك يا روحي يا روحي كملي أوصافي يلا
سكر. شو قصتك مع النوم ابو حميد؟ يا الهي بتغني اكثر ولا بتنام اكثر؟ لا اكيد بنام اكثر. ماكسيمو حفلتي 3 ساعات. في شي مره خفيت انت عم بتغني؟ لا ولا مره بتصير. ما صايره معك؟ لا مره بتصير. صايره معك؟ بس ما كنت عم بغني. شو كنت عم تعمل؟ انا مرقت علي فتره كنت عم بشتغل كورال مع استاذ صباح فخري. اوكي. فمن النفات اللي بتصير ايام الشغل مع استاذ صباح متعب وشاق جدا جدا، وما شاء الله على هالزلمه. الساوند تشيك تبعه حفله 5 ساعات. ليه؟ بده يسمع كل آلة بقلتها وكل سبيكر كل سبيكر بده يسمعه وبده يقعد شو دقيق يعني. هي ما بيطلع على المسرح الا يكون كل شيء تمام. فمره من المرات وصلنا ليوم الحفله، محسوبك هون يعني خلص ما بقى في يعني عم بيغني، بقى في عنده قصيده اسمها سمراء بيغنيها يمكن بتروح لها شي 10 دقائق او 12 ساعه. فكنا قاعدين هيك وكنا كلياتنا الجوقه الطربيه كلياتنا قاعدين، وقال سمراء انا غفيت معلم ما اشوف الا اشتغلت الموسيقى. ابعث لي جواب انت جواب. طلعني معلم وحياة الله عدول كيف بلشت ما بعرف. يوم انت لمين بتسمع؟ مين بيطربك؟ لمين بتسمع؟ هلا انا اذواقي شوي مختلفه يعني. هلا انا اكيد 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 بسمع صباح فخري، بلس انه بسمع هندي، بحب الموسيقى الهنديه كثير، بلقاني، تركي. في عندي حدا بعبده كثير بقعد وبسلطن عليه بالساعات، مقرئ هو مصري اسمه محمد عمران. انسان فظيع يعني، بتحس ما له مركب، ما في حنجره، بتحس في اله موسيقيه هون، كلارينيت. يعني بقعد بسرح معه بالساعات بالبيت. حلو. حدا بيوصلك لابعد درجه روحانيه يمكن واحد يتخيلها. وبالرياضه انت من مشجعي فريق الاتحاد بحلب. اوف اهلاوي للعبة. بس عندك محبه خاصه يعني. ايه. للحكمه، شو السبب؟ هذا سؤال كثير منيح. ما الحكمه بيلعب فيه فادي الخطيب. اوكي. أكيد. وقتها ايه. ايه. وفادي الخطيب اجت لعب بالاتحاد. صح. ايه. فلما لعب بالاتحاد صرت حب الحكمه لانه لعب عنا فادي الخطيب بالاتحاد. اه اوكي. اه اكيد. وبوجهله تحيه كثير كبيره لانه بحبه كثير من كل قلبي. هلا مشاريعك شو محمد؟ مشاريعي الحمد لله رب العالمين امور تمام، مبسوط بالتياترو تياترو فردان. تياترو فردان. وان شاء الله في حفلات بالصيف، وفي عنا اعراس، وفي عنا سفر حتى برات لبنان، وان شاء الله مقلعين منيح منيح باذن الله. وقبل ما نتبادل الهدايا انا وياك، نعم، بدي اترك لك الكلمه الاخيره. اول شيء شكرا كثير للام تي في اللي هي قناتنا ونشوف حالنا فيها كثير، وانا برايي ام تي في بيتك. يعني واحد مجرد ما يتابعه بيرتاح. وشكرا كثير لك عدول حبيبي انت، وتحيه كمان من 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 الاخ الصغير لطارق خيك، انا بهذا الزلمه بحبه وكل قلبي. وتحية لهالجمهور الرائع، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله مع بعضهم كاملين ويا رب. لكن قبل ما نختم بغنية مالي رح نبدل الهدايا. يلا. أول شيء لأنه أنت عم تعمل هلا كثير رياضة وجيم وما جيم. أيوة. حبينا نقدم لك هل دمبلز تتسلى فيهم. أيوة. التوب 10 مش حيلا دمبلز ليك مع حليهم اوزان اوزان على حيله بقى شي نص كيلو. وكمان حابين نقدم لك لانه انت بعرف قديشك بتحب البلاي ستيشن. أوه. طلع في حدا بالدنيا بيحب بيلعب بلاي ستيشن اكثر مني. لا لازم نعمل لنا جلسه ضروري. لازم نعمل لنا جلسه. حابين نقدم لك هالثلاث العاب جديد هن ما بعرف. واو لذيذين. اي نحن ما بنقول شيء لا على البلاي ستيشن. شو اكيد كل شيء بيمشي. ايه كله بيمشي. ما عندي مشكله. ما عندي مشكله. حط الفرقه بالبلاي ستيشن ما عندي مشكله. خليك مرتاح حبيبي. وكمان حاب اقدم لك نحن وفيرجن ميجا ستور هالسبيكر جبرا. هيدا سبيكر ممتاز. شكرا. هذا فيك تاخذه معك وين ما كان وبتسمع صوتك
يعني لذيذ يا حبيبي لذيذ. خلي لي اياك. شكرا كثير شكرا كثير عدول. هلا دورك يا حبيبي. انا دوري انا وهيك شوي جايب لك شغلات كثير بتعني لي. اول شغله جايب لك شغلتين كثير مهمين. مين ما بيسافر على حلب يوصوا عليه هون هذول حصرا. اوكي. اللي هن الزعتر الحلبي. الله تفضل. هذا يعني تقليد. وثانيا الصابون، نحن بنقول له صابون الغار. ف تمام. هذا شغل حلب. الله هذول حصرا يعني ما بيصير بلاهم. اسمه دقه قديمه. ايه دقه قديمه اكيد. في 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 بعض شيء كمان كمان موجود. ايوه اوه الله. هذا هلا بدنا نفتحه. اوكي. اه انا هطلع لك. ما بدي اروح انا لهالجهه هي الجهه. يلا طيب. هذا من اي عقيد جايبه؟ هذا سيف الهلالي. الله. هذا سيف دمشقي. ايه اكيد. ديك ما احلام. ايه هذا سيف دمشقي وكتبت لك عليه هون. الله لحظه شوي. اي هيك. هيدا حكي عادل كرم. لك ما احلاه. ايه يا حبيبي يا محمد. فهيك هديه بسيطه وشي بضل من القلب للقلب. لك يا حبيبي انت. لانه انت هي الهديه بس جد لما حدا بيهدوه سيف بيكون كثير مقامه عالي وانت اكيد مقامك عالي عنا وبالوطن العربي. يا حبيبي يا حبيبي يا عبدالله. حبيبي خلي لي اياك. انا بدي اشكرك يا محمد. خلي لي اياك يا عبدالله. انا بدي اشكرك اول شغله. علينا نرجع نتبادل مواقع. انت هون وانا هون. تفضل هون. اول شغله بدي اقول لك مش بس ميرسي على الهدايا القيمة، ميرسي على حضورك يا حبيبي. معلش انا بدي في شغله. شو نسيتها بعد؟ ايه بعد. شو يا عيني عليك عدول. هاي لها قصه. اوكي. هاي حلب القديمه كلياتها، هاي القلعه وحلب القديمه هون. فهي الصوره كثير بتعني لنا، كثير بتعني لنا هن كسوريين كتراث عالمي. كثير بتعني لنا ويا رب انا ما بتمنى غير نرجع نشوفها مثل هاللوحه. اكيد مثل مش بس انتم، نحن كمان اكيد. محمد بدي وجه تحيه لاهلنا بحلب. خلي لي بدي اقول لاهلك انه بدي اقول لهم انه ما تخافوا. ابنكم ببيته بين اهله اكيد، وما عم نقدر نطلع منه يا حبيبي. عدوله حبيبي. الله يخليكم اياه. الله يخليك. وبدي اقول لكل المشاهدين انه هيدا صوت، هيدا مطرب حقيقي، هيدا صوت حلب الحقيقي، هيدا خيي حبيب قلبي. حبيبي عدولي. هيدا البرنس محمد خيري. دائرة حكومية صارت هون عندك. دائرة حكومية. ليش واحد حط لك معاملة؟ يا ليه. طيب مالي وانا مالي وانا مالي الاحسن انا مالي. مالي وانا مالي وانا مالي الاحسن انا مالي. يا حبيبي الغالي وانا مالي وانا مالي مالي عايشة احلى ليالي. يا حبيبي الغالي وبحبك قوي عيوني وبحبك ما ملموني وبحبك قوي عيوني.
ضيفي هلا الفنان محمد خيري. محمد خيري شو هالانطلاقة الصاروخية اسم الله عليك بسرعة، يعني اليوم بسرعة البرق صارت العالم تقريبا كلها بتحكي محمد خيري. الحمد لله فضل الله، واحد لما الله بيحبه بيحبب الناس فيه فعلا، فإذا العالم بتحبني بتكون هي محبة الله أكيد حبيبي. 100% اليوم بيسمعك عم تغني قدود حلبية بيقولوا هذا الزلمة عمره 73 سنة. 73 إلا 50. اسم الله عليك صغير انت يعني. الحمد لله. والقدود صعبة مش هينة يعني. هلا هو عادي ليك هذا اللون، انا اول ما يعني اول ما هيك وعيت على الدنيا اول شيء هيك لحسن الحظ من العالم المحظوظة انه في عندي ايقونة بعيلتي اللي هو الاستاذ صباح فخري. شو بيقربك يصير صباح؟ جوز عمتي بيكون. ف يعني في جينات مولودة فيني من الاساس، في موهبة.
قد ايه كان عمرك اول ما اول مره غنيت؟ اول مره غنيت هلا كنت غني بالبيت، كنت من وقت ما كنت صغير اقعد قدام التي في وغني مع الدعايات اللي بتطلع. واول مره غنيت فيها قدام صباح فخري كان عمري شي 4 سنين، كنت انا قاعد جنب ابوي، فقال لي حملت حالي ورحت عند عمو صباح، قلت له عمو انت بتطلع على التلفزيون؟ قال لي قلت له انا حافظ لك غنيه بدي اغني لك اياها. وحاج قعدل كان ايامها استاذ صباح كان نقيب فنانين وميت قصه، قال لي اوكي غني لي اياها. حطيت حالي يا معلم وغنيت له سيبوني يا ناس، وحياه الله ترك الناس اللي عنده وضل مركز معي لخلص الغنيه. هو الاصل يعني اذا بترجع على المضبوط تقريبا كل اهل حلب صوت عالم متاقلمه، محمد خيري قدود لابس البدله الجرافات خلص انه بدك تطلع لهم شي مره لابس سيرفيت مامبوز او بيجامه جاي نتخذ دغري لازم بيجامة. لازم هالي مقلم هبدي يكون حدا مقلعني بالبيت. كنا يعني شادي اضطر يفل يعني لا ليه؟ ما قدر ما في محل وين بدي اقعد؟ بسم الله عليهم ليك فرقتك بسم الله شو كبيره ما شاء الله حي فرقتك المايسترو بشار بشار مايسترو بشار هذا عشرة عمر انا وياه بسم الله عليكم. شو رايك محمد هلا هيك انكفت سلطان اوكي ومع الفرقه الحلوه عبالي اسمع شيء لسلطان طلب ابو وديع. اي انا هذا الزلمه هذا الزلمه انا بحبه من كل قلبي. مين ما بحبه؟ كانسان كفنان. وبالفعل لما قالوا عنه سلطان طرب اكيد ما حدا بالغ بهذا الشعور ابدا لانه ابو وديع قصه كبيره. انا شخصيا كثير بحبه مع انه انا بغني القدود واللون الطربي بشكل عام، بس في شيء بادائه بيخليك بشدك بغير محل. انا كثير بحبه لهالزلمه، تحيه كثير كبيره والله يطول بعمره ابو وديع. بالحسن لا
صالي حلو بغنوا سبحان الله بالفطرة. هلا بتفوت على اي بيت حلبي بتلاقي في عندهم طبلة وفي عندهم عود، واللي ما عنده طبلة وعود بيقعدوا بمعلم بيدقوا على طاسة الحمام. واذا ما عنده كل هول في كباب، ايه هول ده في كباب اكل. الحلبي بتروق من الصبح دسم يا زلمة. محمد ما بتخاف انه هذا اللون يبوخ؟ اكيد لا، لانه اول شيء انا عمري 29 سنة وعم بغني، ما راح يبوخ اكيد لا، عبراهن على هي القصة أنا كمان. طب شو العبرة أنه رغم كل النجاح بعد ما نزلت أغنية خاصة فيك؟ طب أنا رح أقول لك شغلة، أنا هلا إذا بدي أنزل غنية خاصة أنا شو بكون عملت؟ عملت غنية خاصة سمعتها العالم إيه؟ إيه صار مثلي مثل أي حدا نزل غنية جديدة وراحت على السوق، يا بتنجم يا ما بتنجم فيها، وهذا نحن مقتنعين فيه تماما. عندك اليوم مخزون من التراث اذا بتعدهم بيطلعوا فوق ال 15 او 20 الف غنيه، هي اذا ما اكثر. يومي 15 وال 20 الف غنيه، هدول شو ذنب هذا الجيل الجديد؟ ما بيعرف عنهم شيء. اذا انا بدي اطلع غنيه جديده وبيجي حدا غيري كمان برجع بطلع غنيه جديده، ما ضل حدا يغني هذا اللون، وما ضل جيل يتثقف موسيقيا، على الاقل يسقفوهم موسيقيا 100%. اليوم بالكلام عن الأدود، صلح لي مش لإلي يعني بصراحه بدنا نصلح صلح لا في شيء صلحه. في عنا الحنفيه مكسوره. يلا يعني انا بعرفها بالاساس 13 14 عفاك في اغلبيه الناس بيلفظوا فوق النخل. فوق النخل هي فوق هي فوق النخل فوق النخل يعني فوق النا خل يعني حدا بنحبه يعني فوق النا حبيب. ايوه فوق النا حبيب مو فوق النخل. في كثير بغنوها فوق النخل. ايه فوق النخل بتصيد فوق يعني فكر شو فوق تحسه انه بده يفوت موضوع بلح او شيء. عرفت علي؟ 100%. في عندك لسه ايه حلو. ايه حلو ايه العالم كلياتها بتغنيها ومن الشباك لرميلك حالي. هي مالها لرميلك، هي لرويلك لفرجيك حالي من الشباك. اتصور وحده ساكنه معلم طابق خامس وبدها ترمي له حالها. مين هالمحبه القاتوليه هي لتنزل من الطابق الخامس لترمي له حالها؟ في له جلاده يحملها من لرميلك حالي. شو بعد في اشياء هيك مثلا في كلمات هيك بيغنوها غلط؟ قدك المياس بتخيل فيها كمان. ايه قدك المياس، قدك المياس بيقولوا قدك المياس كم يسري، هي مين كم يسري او كاليسري؟ كاليسري كاليسري لا هي مالا كاليسري، هي كم يذري. كم يذري ايه كم يذري يعني يذري للذروة. يعني لا بينهك بيطب الارض الواعد. طب شو رايك نوقف قواعد ونسمع مثلا فوق النخل؟ ايه يلا يلي يلي على اليمة يا يمة وعلى اليوم يا يوم يا يوم حيلي انت حلي ويلي ويلي حيلي نجي عيون عيوني يا بابا جرمي جي
السكر. شو قصتك مع النوم ابو حميد؟ يا الهي بتغني اكثر ولا بتنام اكثر؟ لا اكيد بنام اكثر. ماكسيمو حفلتي 3 ساعات. في شي مره خفيت انت عم بتغني؟ لا ولا مره بتصير. ما صايره معك؟ لا مره بتصير. صايره معك؟ بس ما كنت عم بغني. شو كنت عم تعمل؟ انا مرقت علي فتره كنت عم بشتغل كورال مع استاذ صباح فخري. اوكي. فمن النفات اللي بتصير ايام الشغل مع استاذ صباح متعب وشاق جدا جدا، وما شاء الله على هالزلمه. الساوند تشيك تبعه حفله 5 ساعات. ليه؟ بده يسمع كل آلة بقلتها وكل سبيكر بي 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 كل سبيكر بده يسمعه وبده يقعد شو دقيق يعني. هي ما بيطلع على المسرح الا يكون كل شيء تمام. فمره من المرات وصلنا ليوم الحفله، محسوبك هون يعني خلص ما بقى في يعني عم بيغني، بقى في عنده قصيده اسمها سمراء بيغنيها يمكن بتروح لها شيء 10 دقائق او 12 ساعه. فكنا قاعدين هيك وكنا كلياتنا الجوقه الطربيه كلياتنا قاعدين، وقال سمراء انا غفيت معلم ما اشوف الا اشتغلت الموسيقى. ابعث لي جواب انت جواب. طلعني معلم وحياة الله عدول كيف بلشت ما بعرف. يوم انت لمين بتسمع؟ مين بيطربك؟ لمين بتسمع؟ هلا انا اذواقي شوي مختلفه يعني. هلا انا اكيد 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 بسمع صباح فخري بلس انه بسمع هندي، بحب الموسيقى الهنديه كثير، بلقاني، تركي. في عندي حدا بعبده كثير بقعد وبسلطن عليه بالساعات، مقرئ هو مصري اسمه محمد عمران. انسان فظيع يعني، بتحس ما له مركب، ما في حنجره، بتحس في اله موسيقيه هون، كلارينيت. يعني بقعد بسرح معه بالساعات بالبيت. حلو. حدا بيوصلك لأبعد درجة روحانية يمكن واحد يتخيلها. وبالرياضة أنت من مشجعي فريق الاتحاد بحلب. أوف أهلاوي للعبة. بس عندك محبة خاصة يعني. أي. للحكمة، شو السبب؟ هذا سؤال كتير منيح. ما الحكمة بيلعب فيه فادي الخطيب. أوكي. أكيد. وقتها. وقتها أي. أي. وفادي الخطيب إجت لعب الاتحاد. صح. أي. فلما لعب بالاتحاد صرت حب الحكمه لانه لعب عنا فادي الخطيب بالاتحاد. اه اوكي. اه اكيد. وبوجه له تحيه كثير كبيره لانه بحبه كثير من كل قلبي. هلا مشاريعك شو محمد؟ مشاريعي الحمد لله رب العالمين امور تمام، مبسوط بالتياترو تياترو فردان. تياترو فردان. وان شاء الله في حفلات بالصيف، وفي عنا اعراس، وفي عنا سفر حتى برات لبنان، وان شاء الله مقلعين منيح منيح باذن الله. وقبل ما نتبادل الهدايا انا وياك، نعم، بدي اترك لك الكلمه الاخيره. اول شيء شكرا كثير للام تي في اللي هي قناتنا ونشوف حالنا فيها كثير، وانا برايي ام تي في بيتك. يعني واحد مجرد ما يتابعه بيرتاح. وشكرا كثير لك عدول حبيبي انت، وتحيه كمان من 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 الاخ الصغير لطارق خيك، انا بهذا الزلمه بحبه وكل قلبي. وتحية لهالجمهور الرائع، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله مع بعضهم كاملين ويا رب. لكن قبل ما نختم بغنية مالي رح نبدل الهدايا. يلا. أول شيء لأنه أنت عم تعمل هلا كثير رياضة وجيم وما جيم. أيوه. حبينا نقدم لك هل دمبلز تتسلى فيهم. أيوه. هول توب 10 مش حيلا دمبلز ليك مع احلاهم اوزان اوزان على حيله بقى شي نص كيلو. وكمان حابين نقدم لك لانه انت بعرف قديشك بتحب البلاي ستيشن. أوه. طلع في حدا بالدنيا بيحب بيلعب بلاي ستيشن اكثر مني. لا لازم نعمل لنا جلسه ضروري، لازم نعمل لنا جلسه. حابين نقدم لك هالثلاث العاب جديد هن ما بعرف. واو لذيذين. اي نحن ما بنقول شيء لا على البلاي ستيشن. شو اكيد كل شيء بيمشي. كله بيمشي. ما عندي مشكله. ما عندي مشكله. حط الفرقه بالبلاي ستيشن ما عندي مشكله. خليك مرتاح حبيبي. وكمان حاب اقدم لك نحن وفيرجن ميجا ستور هالسبيكر جبرا هيدا. وبالله يا مجرى المي بسلم عليه وما عليه.
بس رح ناخذ بريك لنجيب الاطفائيه تطفي استوديو وانا اخذ لي حبتين تحت لسان بريك ونرجع. محمد بالعاده بحفلاتك بينطلب منك تغني لسلطان طرب جورج وسوف كيف؟ طب بخصوص اللي بيجوا بيقولوا لك غني لهم ترشرش ايه وتغني لهم بالانجليزي مثلا all of me شو؟ ايه ما هيك؟ بيجوا بيطلبوا منك هيك؟ بغني لهم اياها على طريقة قدوك المياس بس. طب معقول بيجوا بيطلبوا منك هيك يا زلمة؟ والله عدة طلبات، هلا ليك انا وقت بكون على المسرح شوف القاعد ما بعرف شو بيخطر له، شو بيتهيأ له، كيف بتصورني انه ما بعرف يمكن تصورني تيرشرش، يمكن بتصورني غني له سلو ما بعرف. هلا يمكن لانه انت لانك شاب وصوت فظيع حبيبي. انا مره فليت من حفلتك قلت لهم ما خلص بس انا على فكره والله والله انا بكبر قلبي بيكبر قلبي لما بكون عم بغني وبشوفك انت مسلطم غير ما انا بفرح من جوا حياة الله. بس عن جد مره يعني وصلت لمحل يعني شافني خيي فيلي قال لي مره قلت له ما بقى قادر اتحمل مخي ما بقى يحمل يا خيي والله اسم الله عليك. طب ليه ما بتقبل تغني الا انت ولابس كرافات يا رجل؟ العالم تعود عليك خلص في بي 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 ايمج معين ما بقى تقبل عينه انه هلا على فكره انه اول مره اليوم طالع سبورشي بس انا ما لابس بدله ايه فمت خلص